هذا السوق هذا اللي هو سوق ديال اللي كاين كيقولوا لي فندق باشكو. هذا السوق باش غتعرفوا واحد القضيه باش ما يبقاش مغالطات. هذا السوق هذا راه من 1920 هو كان خدام وكانوا في عير المغاربه ذوي الديانه اليهوديه هما اللي كانوا كيصوبوا الاتات المغربي اللي كان كيف ما كيقول لي اللي بغى يتزوج كيمشي يشري الماريو ولا يمشي يشري البلاكار ولا ناموسه كانوا كيجيو كيشريو من هنايا. دابا السوق تحول من هذيك الوقيته لدابا ولاو انهم اللي كيفورنيو كاع لا مبلومون ديال لي طابيسي. لي طابيسي بما فيهم الكراسي لي سوميه اكسيتيرا. بون كان وقع واحد الاشكاليه هنايا بسيطه، واحد المشكل اللي هو بسيط ولكن الحمد لله ان تداركنا فيه، انه كان تحرقوا شي محلات هنايا. من بعد بقات واحد الاخذ ورد واش هادو يحيدوا ما يحيدوش. هذا الحمد لله انه اول اتصال ليا لان اللي خديت زمام الامور باش انني كنمثل هاد الناس هادو هاد التجار وهاد الحرفيين. كنت كنتناقش مع سيدي الباشا، الباشا ديال سيدي بليوط اللي كان حقيقه صراحه قال من هذا المنبر هذا راه ما غنجاملوا حد، كيعرفوني الناس اللي كيعرفوني غيشوفوني راه كيعرف ما غنجامل حد. الباشا كان متفهم، كان عرف المطالب ديالنا، عرف الحقوق ديالنا وبقى مساير معنا. بينما الحمد لله جا هذا المشروع للمحج الملكي وانتم اللي كتعرفوا قبل مني انا انه كاينه تعليمات ملكيه باش اعاده هذه الدار البيضاء هذا كلها ترجع للاصل ديالها والرونق ديالها وكل شيء. حنا انخرطنا معاهم في هذا كيف ما كنقولوا في هذا النطاق هذا وتعاونوا معنا وتعاوننا معاهم تو سامبلومون. يمكن دابا الحمد لله عطاونا اون ا بي افواغ المحلات في الهراويين، كيقولوا بلاصه الهراويين هي تابعه لاقليم ديونا. هذاك اللي كيف ما كنشوفوا انا اللي كيف ما كنت كنشوفهم دائما على ليترونجي سي ان تروك لي سيستيم الاوروبيان على شيل اوروبيان زون اندستريال اللي تقدر تخدم فيها بالليل وبالنهار عين تنتج قريبه للطوروت. زعما عندها بزاف الايجابيات. حنا ما غنبقاوش نبكيو على الاطلال، لا لا، نكونوا عندنا رؤيه مستقبليه. رؤيه كنشوفوا التطور ديال الدار البيضاء اللي كتعيشوا كلها خاصنا حتى حنا نطوروا معها ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله ملي غنمشيو لتما غنطوروا حتى مع هاد نطوروا حتى في الخدمه ديالنا ونطوروا الناس ديالنا وغاده بالمواكبه ديال الدوله. لانه دابا الدوله اللي بصفه عامه في جميع الوزارات ديالها راها متداخله بما فينا الصناعه والتجاره بما فيها ديال الحرفيين راه كتساهم حتى هي. حنا غاديين الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى واخا العواشر ورمضان ولكن ما عندنا ما نديرو. كيف ما كنقولوا كاين واحد القضيه كيخصك الموجه الجايه ماشي تبقى، اركب معاها واستفد منها وغاده الحمد لله.